جهنم، هذه هي جهنم. كنا عايشين في جهنم، مي جهنم الباردة، ماشي جهنم اللي كتحرق صراحة. بنادم معذب. ماشي سهل. الأساتذة ديالي اللي كيقريوني لبسوا تياب أرمي and they want to fight. يعني كل شيء حتى المدرسه ما كنتش بدات تخرج كي ما كناش عارفين اش كيتسناونا. عمرنا عشنا هادشي ولا عمرنا تخيلنا اننا غادي نتحطوا في هذا الموقف. على سلامتكم. الله يسلمك، شكرا. قولي لينا كيفاش دوزتوا هذيك الاجواء، هذيك السيمانه كيفاش دازت عليكم؟ دازت علينا خايبه بزاف، خايبه بزاف. ما كناش عارفين المسار ديالنا شنو هو، ما كناش عارفين اش كيتسناونا. عمرنا عشنا هذا الشيء ولا عمرنا تخيلنا اننا غادي نتحطوا في هذا الموقف، ولكن الحمد لله، الحمد لله اننا عرفنا نتعاملوا معاه وعرفنا نخرجوا راسنا من ديك البلاد. وكنتمنى لجميع الطلبه اللي مازالين واحدين تما انهم يخرجوا بسلام وما نفقدوا حتى شي حد، والحمد لله على كل حال. هذوك الطلبه اللي الله يخرجهم على خير يا ربي. كيف كانت الامور ملي فتحوا الحدود ديال اوكرانيا؟ كانت تساؤلات؟ كانت مزيانه بزاف صراحه، مزيانه بزاف، كلشي تعامل معنا مزيان، كان كلشي موفر لينا. الحمد لله، الحمد لله اننا غير خرجنا صافي، كلشي تيسر والحمد لله على كل حال. جاو معك شي صديقات او اصدقاء ديالك؟ جيت غير انا والصديقه ديالي بوحدنا، ولكن كانوا معنا بزاف ديال المغاربه، كانوا معنا بزاف ديال المغاربه. على سلامتك. الله يسلمك، شكرا بزاف. شكرا لكم، شكرا بزاف. سلامتك بعدا. الله يسلمك. جهنم، هذه هي جهنم. كنا عايشين في جهنم، مي جهنم البارده، ماشي جهنم اللي كتحرق صراحه. بنادم معذب، الناس كيموتوا بالبرد، كيموتوا بالجوع، كيموتوا بالخلعه، كاينين الناس ماتوا. مي اخباركم؟ نقدر نقول لكم مازال حنا ما عارفينش واش فعلا شي واحد مغربي مات ولا لا. بنت جزائريه ماتت، ناس هنود ماتوا، كاينين ناس من الدول الافريقيه، من دول الهند كيعانيوا من العنصريه. There are a lot of problems there really. I can't talk anymore please, I'm so tired, I want to go home. We understand that you are tired, but I really am not going to go home. Everybody here needs to know about Moroccans. There is still a lot of Moroccan students there. They are waiting in the border. There is not only one place of border. There is like 4 or 5 or 6. It's only in Poland because I cross from Poland. There is Romania, there is Moldova, there is Slovakia, there is Hungary. There is a lot of problems, and I wish from the government of Morocco to solve and to speak with the other government in the other country and help the Moroccan students and all. أكيد لأنه قريتي تما، دبلومي تما، قرأ كل شيء حياتي تما. رغم التجربة صعيبة. واخا كيبقى هذاك بيتي تاني، بيتي هذاك هو my second home. my second home عندي حياتي تما، كاين حياتي تما، كاين قرايتي، الاساتذه ديالي كم تما. هذا هو العام الاخر، العام السادس. ماشي سهل. الاساتذه ديالي اللي كيقريوني لبسوا تياب ارمي and they want to fight. خرجوا حارب ومسافر، يعني كلشي حتى المدرسه بدات تخرج كيحارب. داز داك الشيء شويه مرعب، ولكن الحمد لله خرجنا. حنا القصف حداك؟ حنا خرجنا الحمد لله بكري، حنا مع سمعنا اول تفرقعه ديسيدينا اننا نخرجوا. خرجنا دوزنا واحد بعدا واحد 18 ولا 20 ساعه ديال الطريق حتى الحدود، عاد واحد 4 ايام ولا 3 ايام ديال الطريق باش دخلنا الحدود. كيفاش كان التواصل ديالك مع الاهل ديالك؟ كل نهار لي زابيل، كل نهار كدي شارجا لك التليفون خصك تمشي تقلب فين شارجي. واحد الربعية كم الناس ديال تما شويه ديال اوكرانيا ولا ديال بولونيا؟ ديال اوكرانيا. وراه كلشي كان على الاعصاب ديالو، ما كاينش اللي كيقول لكم وحدات اللي نتوما ما عمركم عشتوه. ما الحمد لله كما قلت لك حنايا ما حنا فلتنا بكري، حنا خرجنا بكري. القصف ما شفناش صراحه، سمعناه مي ما شفناش. مي الحمد لله خرجنا سالكين. كاينين الناس اللي تعذبوا. ملي وصلتوا لبولونيا؟ وصلنا لبولونيا الحمد لله، حنا كنا 5 ديال الدراري، مشينا خدينا اوتيل جلسنا فيه واحد الليله
ومن بعد عيطنا للسفاره وما اللي تكلفوا بينا، والحمد لله عطاونا الماكله الملجا فين جلسوا الحمد لله حتى خدينا الطياره. سلامتكم. دابا القرايه ديالك انت اين سنه؟ انا السنه الرابعه هندسه مدنيه، وهذا العام عندي الباشلور، هذا هو العام الاخير. صراحه ما كنتش خايف لديك الدرجه، كنت خايف بطبيعه الحال، مي ماشي لديك الدرجه، كنا عوالين على سيدي ربي الحمد لله وسلكنا بلادك اللي رداتها الحمد لله سالم. و الحمد لله شكرا بزاف بعدا السفاره اللي تكلفوا بينا، و شنو نقول لك الحمد لله. كتكملوا القرايه ديالك؟ ما عندنا حتى شي فكره بالنسبه للقرايه والو. اليوم شنو الرساله اللي تبغي توجهها للمسؤولين ربما ديال ما من هذا المنبر؟ لان ونتمنوا يلقاو لنا شي حل، هذا هو اللي نقدر نقول. صعيب انك تكون باشلر هذا العام، و ما نتمنوا يلقاو لنا شي حل. ان شاء الله يكون، ان شاء الله يكون خير. ندعو مع هذوك الوليدات اللي باقيين تما، كيفاش دايره الحاله ديالهم؟ تقدر تقربنا؟ وراه اوكرانيا دابا راه في حاله خطيره بزاف، يعني التفرقيع والناس في رعب. يلاه يكون في عوانهم وصافي، الله اللي يعلم بهم وصافي. الله يسلمك. التضامن ديال المغاربه كلهم، الطلبه كلهم تضامنوا مع بعضياتهم. حاول تحكي لنا. الطلبه كاملين تضامنوا مع بعضياتهم، واخا كلشي كان في الاعصاب ديالو، ولكن الحمد لله حنا مغاربه والمغاربه عزيز. التجمع وتجمعتوا وي داكشي اللي كان، ولكن كله وكيفاش مشى الصراحه. مي منين كنتلاقاو حنا المغاربه راك عارف المغاربه ديما مع بعضياتهم. كانوا كيقولوا بان لي باسبور ديالكم كانوا محطوطين عند الجامعات، واش تصيب لكم دي باسبور جداد ولا قدرتوا تاخذوا لي باسبور ديالكم؟ لا حنا من الباسبور ديالنا ما خداهم لنا حتى شي حد، حنا الباسبور ديالنا بقى معنا. كاينين شي جامعات اللي كانوا كيهددوا بالطرد، ولا كانوا كيقول مع كاينين جامعات ديال الطب عندهم واحد الامتحان هذا العام، كل 3 سنين ولا كل 5 سنين عندهم واحد الامتحان، يعني كانوا ديك الساعات كيهددوهم بالطرد ولا ما غيدوزوش هذا الامتحان. مي هاد الساعه حتى حاجه ما كتجي قدام حياه الانسان، داكشي اللي كاين. مي هاد الساعه الحمد لله ما عارفين شنو غنديروا، ان شاء الله نشوف. الله عليك وعلى سلامتك. الله يسلمك. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.